مرحبا بكم أصدقائي. إذا أدستني من ضمن الدروس أو السلسلات الأساسية لتعلم ميكانيك السيارات على صفحتنا أو قناتنا فورماسيون ميكانيك، موضوع درس اليوم هو على شماعة تسخين أو بوجي دو بريسوفال. كما تعرفون أصدقائي أن في محركات ديزل هناك نوعان من المحركات، هناك محرك ديزل دو رش مباشر وهناك محرك ديزل دو رش غير مباشر، اي انجكسيون ديريكت اي انجكسيون اون ديريكت. في المحركات دو رش مباشر نجده اساسا في الشاحنات والعربات الثقيله، اما محرك دو رش غير مباشر فانه نجده في السيارات. اما محرك دو رش غير مباشر فانه يعتمد كثيرا على هذا النظام، أي نظام تسخين. كما ترون أمامكم أصدقائي تبيانا لهذا النظام هو بوجي دو بريسوفاج. هناك مجموعة من الأجزاء التي تتعلق بهذا النظام، وهناك علبة أساسية للتحكم في هذا النظام، وهناك بطارية أصدقائي هي التي تقوم بتزويدنا بالطاقة اللازمة، هناك فيزيل يحمي هذا النظام، هناك كونتاكت سويتش أو أداة التحكم من قائد السيارة، هناك تيموان أو مصباح يقوم بإعلامك بأن هذا النظام في دور اشتغال أو أنه سيتوقف. عندما يعلمك بتوقفه تقوم أنت بتحريك أو بتشغيل السيارة. هناك البوجي أو الشماعات هما الأساسيتان في هذا النظام، وهو الأساسي الكلي لهذا النظام. هناك تيموان المتعلق بدرجة حرارة الماء، سأشرح ما هي الكيفية وما هي الأساسية لهذا النظام وما هي المعلومات التي يقوم بإرسالها إلى علبة التحكم. هناك ديمارور، وسأشرح ما هي العلاقة بين الديمارور وعلبة التحكم. عندما يقوم قائد السيارة بتزوير مفتاح السويتش فإنه يرسل إشارة بدائية أولية. دائما نجد أن الطاقة الأولية أو الطاقة اللازمة تأتي مباشرة من البطارية وتدخل إلى علبة التحكم بدون أداة التحكم أو أي انتربتور أو أي كونتاكت. ونجد السالب حتى هو يدخل إلى علبة التحكم من ضمن الأشياء الأساسية. ونجد عندما نقوم بإعطاء طاقة أولية إلى علبة التحكم نعلم العلبة بأن السائق يريد أن يقوم بتشغيل المحرك، فتقوم علبة التحكم بإعطاء الشرارة الأولية إلى الشماعات من أجل العمل، وهي مدة تتغير على حسب درجة حرارة المحرك، سأقوم بشرح ذلك في حاسوبي الشخصي. هناك مجموعة من المعلومات تدخل إلى علبة التحكم من ضمنها درجة حرارة الماء، فإن العلبة تعرف درجة حرارة الماء لكي تتحكم في الوقت. عندما يكون في سبيل المثال ناقص 25 درجة فإن علبة التحكم تعطي وقت ما بين 15 ثانية. هذا الوقت هي وقت التحكم أو السماح بمرور الكهرباء مباشرة إلى الشماعات. هناك سلك آخر يقوم بجلب مجموعة من المعلومات في ديمارور. لماذا؟ لأنك عندما تقوم أنت بتدوير المفتاح على أساس تشغيل المحرك فإن الرولي الموجود فوق ديمارور يسمح بمرور التيار الكهربائي إلى بورن الثاني الذي يقوم بتمرير الكهرباء إلى ديمارور. عندما تقوم أنت بتوصيل تلك الشرارة إلى الديمارور فإن الديمارور يقوم بإعلام علبة التحكم بأن الس...
السائق يريد تشغيل المحرك. وهناك مجموعة من المعلومات الأخرى تقوم بالدخول إلى علبة التحكم، من ضمنها السالك الآتي من مفتاح سويتش أو أداة التحكم أو أداة تشغيل المحرك. وهناك الشماعات، هناك برون بوزيتيف وهناك برون نيجاتيف، أي أنها تستقطب سلكين، السلك الأول الآتي من العلبة التحكم، هناك السلك الآخر الذي تقوم بامتصاص منه السالب وهو من جسم المحرك. من هنا أصدقائي أتمنى أن تعجبكم هذه الحلقة، سأقوم بالدخول إلى حاسوب الشخصي من أجل إضافة مجموعة من المعلومات. الدخول إلى حاسوبي الشخصي من أجل استكمال الدرس كما ترون أمامكم. هنا قمت باختيار رونو ديزيل موديل 2006، قمت باختيار كونغو آن كما ترون أمامكم أصدقائي. كيف أقوم بضغط أو كنترولي لبوجي بريسوفاج كما ترون أمامكم؟ هنا يقول لك قم بتعداد ملتيمتر على حسب لون، وقم بقياس ريزيستونس البوجي وأن يكون المقياس 0.6 لوم، أقل من هذا المقياس يعني أن البوجي لا يعمل بشكل جيد. سأقوم بتبيان المبيان من أجل تبسيط الشرح. كما ترون أمامكم أصدقائي أنك تقوم بوضع الموجب في رأس البوجي والسالب في الجسم الأوسط للبوجي، وتقوم بمقياس ريزيستونس، بعد ذلك تقوم بقياس فولتاج. كما ترون أصدقائي أن وقت اشتعال أو تمرير الكهرباء الى البوجي يتغير على حسب درجة حرارة المحرك. كما ترون انه اذا كان المحرك اقل من 20 درجة فان علبة التحكم تتحكم في وقت ما يعادل تقريبا 15 ثانية، الى ذلك يتغير الوقت بتغير درجة الحرارة كما ترون امامكم اصدقائي. هنا عندما اريد القيام بقياس الفولتاج الداخل الى بوجي اقوم بوضع الموجب في الخيط الاتي الى البوجي، الاتي من العلبة التحكم الى البوجي، واقوم بوضع السالب في جسم المحرك، واقوم بقياس. يعني من الضروري ان تعطي لي وحدة القياس ملتيمتر، تعطي لي 12 فولت. شكرا لكم أصدقائي.